صباح الفل عليكم، ولسه مكملين معاكم النهارده في نهار جديد ومكملين معاكم في الفقرات. النهارده انا معايا فقره مميزه جدا، لكن الفقره اللي معايا النهارده يعني ممكن يكون النهارده احتفال كده بيوم الاذاعه المصريه اللي بدات في يوم 31 مايو زي النهارده سنه 34، بقالها 82 سنه وبدات الساعه 5:30 مساء. النهارده معايا ضيفي مرتبط برضو بالاعلام ولكن بشكل بقى مختلف، وهو الاعلامي الصغير. ولد صغير عنده 10 سنين فكر ان هو لازم يبقى اعلامي وان هو يتكلم مع الناس في قضايا كبيره، عن اطياف الشعب، عن التعليم، عن الصحه وغيرها من الموضوعات الهامه والكبيره اللي بتهم المجتمع المصري. هنعرف النهارده يعني مين هو الاعلامي الصغير، ولكن يعني قبل ما نرحب بضيوفنا هنروح الاول الموجز اللي على راس كل ساعه وزميلنا محمد مهدي، ونرجع لكم تاني بقى بمفاجاه الاعلامي الصغير. صباح الفل عليك يا محمد، وموجز على راس كل ساعه. صباح الخير داليا، وصباح الخير ساعه، وبنرجع تاني نستكمل فقرات نهار جديد. اسمحوا لي بقى ارحب بضيوفي الاعلامي الصغير عمر عنان. صباح الفل عليك. صباح الخير. ومعايا كمان والده الدكتور هشام علاء عنان. صباح الفل يا دكتور. صباح النور. وحضرتك الوالد الاعلامي الصغير. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نبتدي بعمر. ان شاء الله. قول لي بقى يا عمر، انت اشمعنى فكرت انك تبقى مذيع واعلام؟ عايزين نقول في البدايه ان عمر يعني فكره احنا عرفنا عمر ازاي، انه منزل فيديوهات على النت ان هو اعلامي وبيتكلم مع الناس في قضايا التعليم وقضايا مشاكل المجتمع، وبقى يتكلم مع الناس كده على اللي هو ايه، تحس ان في اعلامي كبير قاعد بيتكلم، علشان كده وعمل يعني صدى كبير جدا على السوشيال ميديا. عشان كده احنا قلنا النهارده هنستضيف عمر اللي عامل ضجه على النت على موضوع ان هو الاعلامي الصغير. قول لي بقى يا عمر، جات لك الفكره ازاي؟ جات لك الفكره ازاي انك تبقى مذيع، واشمعنى يعني مين اللي شفته قلت نفسي ابقى زيه في الاول كده؟ مين اللي شفته؟ اسامه كمال. وانا كنت قاعد مع بابا بسال وهو بيجاوبني، بس في حاجات في النص كده ما بتعجبنيش، زي مثلا لما واحد يطلع ويشتم في مصر، او مثلا لما واحد يستضيف ناس ويفضلوا يزعقوا بيتخانقوا كده، دي حاجات انا ما بحبهاش. فانا قلت لبابا ممكن اقول رايي زي بقيه الناس؟ بابا قال لي اعمل لك تيجي نعمل القناه، قلت له ماشي. وفرحت جدا. وبعدين عملت القناه الصغننه. صح. قول لي بقى اول حلقه عملتها ازاي ومين اللي عدها؟ يعني بابا ساعدك في الاعداد ولا انت اللي فكرت وقعدت كده مسكت بقى وعملت سكريبت؟ لا انا وبابا فكرنا مع بعض. واول حلقه كانت عن اطياف الشعب المصري. ايه هم اطياف الشعب المصري يا عمر؟ هم سبعه. سبعه انت حددتهم؟ هم سبعه. ايه هم السبعه؟ اول فريق السيسويه. السيسوية الغنية، دول مؤيدين السيسي وأي حاجة السيسي بيعملها حلوة، وعارفين الفكرة اللي هو الأسعار مش فارقة معاهم، هم أغنياء. والسيسوية الفقراء تاني فريق. دول مؤيدين السيسي وكل حاجة، بس بين نارين، نار بيأيدوا السيسي ونار مش عارفين يعيشوا من غير الأسعار. تالت فريق الرافضين، دول رافضين نفسهم ورافضين العيشة ونفسهم يهاجروا من البلد. رابع فريق اللي عايزين يعيشوا، دول ولا بيشجعوا مرسي ولا السيسي ولا اي حد، دول بس نعرفوا نفسهم يعرفوا يعيشوا. والاخوان دول بقى فريقين، فريق الاخوان دول بقى اي حاجه السيسي بيعملها مش عاجباهم. واخوان الارهابيين دول اي حاجه السيسي بيعملهم فمسمينها فنكوش ومسمينا كلنا عباد البياده. بس دول كده السبع السبع فرق اللي انت حددتهم. في لسه الثوار. والثوار الاحرار دول بقى مش عاجبهم اي حاجه السيسي بيعملها ومسمينا حتى لو بيعمل فعلا حاجه صح وحاجه بتنفع البلد وبتبني البلد هم رافضين وخلاص عايزين يرفضوا. بس دول السبع. دول السبع. طب نروح لدكتور هشام والد عمر. طبعا احنا انا وانا قاعده كده بتكلم مع عمر دلوقتي حاسه ان في يعني عمق في التفكير، وطفل عنده 10 سنين ان هو يبقى محدد بينه وبين نفسه من وجهه نظره ان هم سبع اطياف للشعب المصري ويحدد ويفكر، وان هو كمان يقعد يقول في فريق كذا وفريق كذا ويبقى عنده الاسباب والمبررات. هو كان بيقرا من وهو صغير، يعني حضرتك كأب مثلا كنت بتشجعه على القرايه من هو صغير؟ هو القرايه والبرامج، يعني هو احنا بقعد، هو عمر لذيذ قوي، هو من صغره هو بيحب يسال في كل حاجه، وانا حابب الحته دي فيه، فحابب اشرح له كل حاجه.
فهو بيسال وانا اشرح له، هو فابتدينا ايه يعني اللي هو ليه حابب الاستاذ اسامه كمان لما جاب سيرته في الاول، لان هو احنا بنقلب هو شاف طريقه استاذ اسامه ليه هادي، هو عجبه الاسلوب الهادي. علق الباقي ما يقول لي بابا بابا هو ليه دول بيتخانقوا، فاقول له يا حبيبي معلش يعني بلاش ده نحول على قناه تانية. فهو عجبه الاسلوب فيقول لي بقى طب انا دلوقتي انا ده ازاي، فاشرح له فيبتدي عليه هو يديني رايي فيعجبني رايه، فابتدي اقول له طب ده حلو يا عمر ما انت يعني بتفكر اهو. من سن كام رقبت ده فيه؟ بصي هو ابتدينا بالظبط يعني من اول لما تم 8 سنين يعني من سنتين ابتدى ايه يعني سنه يديني رايي، طب مش الصح كذا يا بابا؟ فعجبتني اني مش الصح كذا، فقول له طبعا الصح كان كذا، الصح كان يحصل كذا، ما يصحش ان اتنين يتخانقوا رجاله كبار ما يتخانقوش عيب، ما ينفعش ان حد يزعق لحد ان نتناقش بس من غير ما ده يزعق وده يزعق، يعني في البرامج التوك شو تلاقي ده كلهم بيزعقوا وما حدش سامع كله حاجه، رافض يعني كله رافع كله بيزعق يعني، فهو يقول لي بابا يعني أنا مش فاهم حاجه ومش سامع حاجه، اقول له حبيبي ما هو ما ينفعش اما نيجي نتناقش حتى لو انت ليك راي وانا ليا راي، انا انت تسمعني بالراحه وانا اسمعك بالراحه سوا. وفي النهايه نقوم حبايب يعني برضو ما نقومش زعلانين يعني هو اسلوب الطريقه والحوار. بس يعني انا اللي عجبني في عمر ان هو كمان عنده الاسلوب النقدي، ان هو بيعرف يفرق ما بين الاعلامي اللي شايفه ان هو هادي بالزبط. وبيوصل المعلومه، وبين مثلا اتنين ضيوف او اتنين موجودين على الهواء بيتخانقوا او بيتشاجروا، فهو عارف ان هو ما هو بيسال يعني هو ده هو اصل هو دلوقتي هو فرحته تكون الشخصيه فما يلاقي ان اسلوب النقاش ان انا اقعد اتخانق فلازم هو 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 ده يعني هو ده الصح هو ده طبيعي ان يطلع على الشاشة هو ده طبيعي، فاقول له لا يا حبيبي هما غلط الطبيعي مش ده، فابتديت انا اوجهه لمين الاسلوب بقى الهادي، فللامانه لقيت ايه طب وانا يا عمر هادي أنا هادي طب وانا هادي ولا مش هادي طب قول لي انت بقى ايه رايك فيا اعلاميين زملاء اهو هادي اسلوب هادي جميل هادي وحلو هادي وحلو طب حلو هو بيحب اللي بيضحك اللي بيوصل معلومه بالراحه عشان هو نفسه حتى يستوعبها. طب يعني عمر ايه المشاكل اللي بتضايقك في المجتمع؟ انا سامع ان انت مهتم بملف التعليم قول لي بقى ايه مشاكل التعليم؟ انت بتحب تروح المدرسه كام يوم؟ بصراحه في يوم بس اللي انا بحب اروح يوم البي اي ده الواحد بس اللي انا بفرح في بقيه الايام بروح وانا متضايق. شايف ايه الاسباب لده؟ ما هي الاسباب لهذه المشكله؟ اعلامي اهو يلا يعملوا ايه عشان تروح تنبسط كل يوم؟ ها يحطوا في كل يوم بي اي حاجه بسيطه ما يحط كل يوم حصه بي اي هيخسروا ايه؟ هي دي وجهه نظرك مشكله الاعلام ان احنا كل يوم نحط حصه بي اي لا هو لا اتكلم في مشاكل ثانيه ايه بقيه المشاكل اللي انت اتكلمتها؟ انا عارفه انت تقصد ايه ان هو شايف وده على فكره علميا صح ان يحبب الاطفال في المدرسه ولا يعني يعني المنهج الاكاديمي اللي هو الاكاديميك اديوكيشن والنون اكاديميك اديوكيشن اللي هو الالعاب والرسوم والفنون ده قد ايه هو اهم كمان من الاكاديميك لان هو بيخرج الابداع عند الطفل ويحببه في الدراسه ويخلي دايما مخه يفكر عندنا. فهو بالعكس انت يعني كمان انت يعني انت بتقرا ابحاث من ورانا هو عايش المشكله هو عايش المشكله هو عايش ويطلع بحث لوحده ايه تاني طب شايف ايه تاني من المشاكل برضو في المنهج مثلا وانت بتذاكر مثلا ايه بيضايقك؟ المنهج الكبير ما اعرفش العب منهج كبير ما بيلاقيش وقت عشان يلعب من ساعه ما يروح لا هو شايف انه فعلا حق يعني مش عايش السن جسمه عليه ان هو يلعب ويرسم انت شايف ان المنهج تقيل عليك طب شايف ان المنهج مثلا في حفظ كتير في فهم يعني دروس الثانويه لا انت ثانويه عامه ايه دروس بشكل عام مش عارفه ليه حسيت انك كبير وبتناقش معاك ثانويه عامه هو معايا كبير فما اعرفش العب مع اصحابي يعني صاحبي كل شويه يفضل يرن عليا تلعب وبقول له لا عشان تذاكر صاحبك ده خلاص بقى كده هو فكر ان هو ايه المنهج بتاعه في اللي ملتزم وفي بقى اللي انت ملتزم طب بتحب تقرا يعني بدات انك تقرا مثلا لكتب مثلا معينه مجلات لا بتفرج على الاخبار بس بتتفرج لسه انت في مرحله ان هو يعني يسمع الاخبار طيب ايه بقى من الحاجات الفتره اللي فاتت كده شدت انتباهك في الاخبار وكان ليك التحليل النقدي ليها اخر مشكله اتكلمنا عنها اخر مشكله اتكلمت فيها مع بابا اخر مشكله بتاع الكتب طب ليه اول سنه بنستلم كتب ليه ما نرجعهاش اخر السنه ودي هتوفر فلوس كتير قوي في الطباعه بتوفر ملايين بس تصدق انا ما فكرتش فيها ايه ده يعني احنا دلوقتي هم بيستلموا الكتب في اول السنه اخر السنه بتترمي
طب ليه الوزاره ما 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 تلزمش الناس انها تحافظ على الكتب ويبقى في غرامه لو حتى 2 جنيه لو سلموا الكتاب متبهدل ولو اخر فكره حلوه جدا ولو اخر السنه الوزاره استلمت حتى 50% من الكتب النظيفه والباقي مش نظيف ال 50% دي تسلمها للسنه اللي بعدها يبقى وفرت نص فلوس الطباعه عشان نحافظ على الكتاب برضو بالظبط فليه بس في ناس زي كده لازم تقعد تشخبط وتلون وما تعرفش تذاكر غير قلنا لو استلموا 50% نضيف انت فاهم ما هو في اللي هيحافظ على كتابه نضيف وفي اللي هيبقى اللي عرف يحافظ عليه وطالع منه حاله سليمه لا وممكن اللي يحافظ على الكتاب السنه اللي جايه هديك مثلا سي درجات في اعمال السنه للسنه اللي بعدها بتضاف له ان انت حافظت على الكتاب يبقى وعنده حافظ يحافظ عليه عشان السنه الجايه هياخد درجات في اعمال السنه يعني بعد اتكلم في النقطه دي ان هو هيوفر فلوس كتير بالظبط واتكلم برضو عن مشكله ايه تاني في الفصول نحط ايه في الفصول طب نحط كاميرات في الفصول وهي دلوقتي بقت رخيصه حتى يقدر المدير في مكتبه يراقب المدرسه كلها والوزير ووزير في مكتبه يقدر يراقب طب انت ليه عايزهم يراقبوا الفصل انا يعني شايف ايه المشاكل اللي بتحصل جوه الفصل يخليهم يراقبوا عشان لو مثلا واحد عمل عمل مشاغبه مثلا ولو واحد مثلا اتخانق مع صاحبه فنجيبه بنشوف نشوف ايه اللي غلط اللي عمل ولو مدرس ما بس ليه ما يقولش مثلا دي مثلا اختراق للخصوصيه مثلا بتاعه الفصل مثلا ان انتوا برضو طلبه مش لازم تكونوا متراقبين طول الوقت يعني في ناس تانية مثلا زميل ليك تاني برضو عنده 10 سنين ممكن يرد عليك يقول لك لا انا مش عايز اقعد في الفصل وحد يقعد كل شويه يراقبني وانا ابقى رقيب نفسي انا اهو برد عليك احنا اتنين يعني اعلاميين كبار اهو هو عشان لو مثلا لو واحد اتخانق نشوف مين اللي غلط ونقول له اللي انت غلطته ومعاه الدليل نجيبه يعني بالظبط وبرضه المدرس لما يحس ان هو متراقب من المدير والوزير فيقدر في مكتبه يراقب المدرسه كلها فكل واحد هيعمل شغله كده طب انت فاهمه ان انا احكم منظومه التعليم رفضها بس لا هو اصل لا اصل انت مكان عام طب ما احنا بنطالب ان احنا نركب كاميرات في قلب اقسام الشرطه اشمعنى بس يمكن فصول ومدرسه لازم ندي للطالب لا اصل هي مش حاجه برايفت الكلام ده لو هو عفوا ده في اوضه لوحده انما انت في فصل فيه سي 30 40 واحد طب خطه حضرتك بقى لعمر ان حضرتك تنمي عنده قصه ان هو بقى يبقى اعلام يعني مثلا هو دلوقتي بيخطط انه يخش كليه اعلام هتبتدي مثلا ايه الاستراتيجيه يعني لحضرتك ولمامته ان انتوا تبتدوا بقى تنموه نولج اديله معلومات في كل المجالات لان هو الشرط بتاع اي اعلامي ناجح ان هو عنده معلومات في ثقافة. كل ثقافه في كل المجالات وهي الميزه ان عمر مساعدنا ان هو حابب يعرف هو بيسال في كل حاجه طب يا عمر انت الفتره اللي جايه بقى في البرنامج هتستضيف حد انا طبعا هتستضيف يعني في الخطه اللي جايه في البرنامج بتاعك هو عمر ليه برنامج على اليوتيوب انت بقى الفتره اللي جايه هتستضيف حد الفتره اللي جايه تستضيفني ماشي خلاص قشطه ماشي انا ضيفتك الفتره اللي جايه طيب بشكل عام بقى كده لو جه عمر جه قال لك بعد بقى ما انتوا قعدتوا فتره كده تتنموه جه برضو طلع كده بحاجه جديده بقى بعد يعني بسم الله ما شاء الله لما يكبر وقال لك انا خلاص مش هخش اعلام هتحس بايه؟ لا خالص بالعكس بالعكس هو انا دلوقتي انا شفت يعني مش هتجبره لا 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 اسلوب خاطئ تماما لا 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 اسلوب خاطئ تماما هو انا شايف انه هو حابب الموضوع ده فبنميه فيه هو يمكن بعد 5 6 سنين يحب حاجه ثانيه عرفت انميها فيه از فيري جود ما عرفتش خلاص يعني هو حابب ايه انا بنميتها عشان هو حابب طبعا بتمنى لك يا عمر طبعا ان انت يعني يبقى لك بقى برنامج في الاستوديو وتبقى كده يعني ايه تيجي تقعد كده جنبي كده او معايا على الكرسي خلاص هو حابب صح طيب احنا طبعا بنشكر الاعلامي الصغير الزميل عمر عنان وبشكر طبعا والده يعني وده برضو يعني مثال حضرتك لقد ايه ان في اباء يعني عندهم حته نشر الوعي لاطفالهم ان هم ينموا عندهم الثقافه والعلم والمعرفه فطبعا يعني وجود حضرتك بالنسبه لي كان مهم مع عمر مش مجرد والد عمر لا يبقى رمز لاباء تانيه كتيره وامهات ان قد ايه لما يلاقوا موهبه في طفلهم ينموها بشكر حضرتك وبحييك وربنا يخلي لك عمر ويحميه لك بشكرك الاعلامي بقى الزميل عمر عنان بشكر ضيوفي عمر عنان والدكتور هشام عنان والد عمر وانتظرونا بعد الفاصل مع خالد عليش.